نروح من كرة السلة إلى كرة الطائرة. فقبل أيام كان انطلاقة الموسم الطائرة بمباراة شباب الحسين وعيرة. المباراة انتهت بتتويج فريق شباب الحسين بعد الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل، 25-9، 25-19 و25-20. طبعا المباراة كانت من بطل الدوري وكأس الأردن الموسم الماضي فريق شباب الحسين، واستطاع أن يحسمها بكل أريحية وخلال 70 دقيقة. ان شاء الله نريد المزيد من التطور، المزيد ان شاء الله مع انطلاق الدوري بالحله الجديده. مساءكم جميعا. كان اليوم نهائي ممتع، نهائي السوبر بين نادي شباب الحسين ونادي عيره، واستمتعنا في هذه المباراه استمتاع كامل ان شاء الله. الدعم هذا مقدم للاتحاد الاردني لكره الطائره، يعني بناء على ما اراه من حاجة ماسة إلى الدعم المالي بالذات، يعني والدعم اللوجستي والدعم المعنوي اللي إن شاء الله أتمنى أنه نقدمه خلال هذا الموسم. بالبداية إحنا بنقول هذه مباراة بداية موسم كأس السوبر، جمعت بطل الدوري نادي شباب الحسين والوصيف نادي عيرة، مباراة جيدة المستوى. بنبارك لنادي شباب الحسين بفوزه بالكأس، وبنقول لنادي عيرة هارد لك، يعني خلينا نقول بداية مبشرة بالخير، اهتمام من الأندية. سنبدأ إن شاء الله بعد بالأسبوع القادم بإذن الله في بطولة الدرع، أيضا هي بطولة تحضيرية واستحدثناها بهذا العام لإعطاء الفرصة للأندية للتحضير بشكل جيد لبطولة كأس سمو الأميرة آية وبطولة الدوري. اليوم الله وفقنا وقدرنا نتغلب على نادي عيرة، نادي عيرة نادي كبير طبعا، نقول لهم هارد لك. بصراحة احنا كثير تعبنا، يعني زي ما بيحكوا كل مجتهد النصيب. استعدينا كويس، وطبعا ما في فرحة بتكمل واخواننا في غزة، فبحدي هذا الفوز للجمهور وللإدارة وللحج والحج، والحمد لله. وإن شاء الله البطولات السنة كلها لنادي شباب الحسين بإذن الله يا رب.